اتفضل. الاول استاذ علاء، مساء الخير على حضرتك. اهلا بخير استاذ شيماء ومسي وعلى الاستاذ الكبير استاذ مسلم، اهلا وسهلا بيك. منورنا اكيد في كلام في الميديا. وعايز اعرف بقى، شفت مباراه الاهلي والانتاج الحربي امبارح ازاي؟ وشفت الاخطاء التحكيميه يعني الفظيعه اللي شفناها امبارح دي ازاي؟ مع الاسف الشديد منذ بدايه الدوري نحن دايما بنتكلم على التحكيم كعنصر اساسي بيقاتل المفترق الاعظم في اي مباراه. في الدوري المصري اصبح التحكيم هو القاتل المفترق الاعظم، يعني مش هو ده الحدث دلوقتي. كل السوريات التحليليه، كل السوشيال ميديا كلها بتتكلم على اخطاء التحكيم، ما حدش بيتكلم على امور فنيه، وده شيء مزعج جدا وشيء مقلق جدا جدا. ان احنا ما بنتكلمش على ايجابيات او سلبيات فنيه، احنا كل كلامنا تقريبا منذ اطلاق الدوري حقيقي. المباراه الاولى التحقيق للنادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي بنتكلم على اخطاء تحكيميه. خمس مباريات للنادي الاهلي لم تمر مباراه الا والحديث فيها عن التحكيم يكون هو القاتل المشترك الاول والاهم. كل مباراه الدوري حتى مباراه بيراميدز برضه بيبقوا في مشاكل تحكيميه، مباراه البيراميدز في مشاكل تحكيميه. للاسف الشديد اخطاء التحكيم هي اصبحت العنصر الاهم في كره في 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 الدوري العام، وده مش مطلوب. احنا المفروض ان احنا نتكلم على امور فنيه دلوقتي، خلاص مفيش حد بيتكلم على امور فنيه، مفيش حد بيتكلم على ايجابيات وسلبيات، مفيش حد بيتكلم على عناصر طالعه، عناصر داخله، عناصر مميزه، مكاسب للكره المصريه من الدوري ده. كلنا بنتكلم على اخطاء تحكيم واخطاء تحكيم زادت قوي. استاذ علاء، يعني النادي الاهلي لوحده خسران في خمس لقاءات، في خمس جولات اربع نقاط في تعادلين بسبب اخطاء التحكيم. طبعا امر مزعج جدا، امر مزعج جدا، وده اللي خلى جمهور النادي الاهلي يضغط لاول مره بقوه على ضغط النادي للتحرك. يمكن شفنا اول مره جمهور النادي الاهلي بيطالب اداره النادي بالتحرك الجاد بوقف اخطاء التحكيم. البعض بيراها انها متعمده، والبعض الاخر يراها ان في ضغوط على الحكام. انا طبعا برفض طبعا اي اتهام، توجيه اي اتهام للحكام ان هم يكونوا متعمدين، لكن انا بعترف ان في ضغوط على التحكيم المصري، والضغوط لازم تخف على التحكيم المصري لان الاخطاء زادت قوي عن يعني احنا ممكن نتقبل ان مباراه او اثنين او ثلاثه يكون في اخطاء تحكيميه، لكن ان كل مباراه تكون فيها اخطاء تحكيميه ده امر مزعج جدا، امر بيخلينا نحط ميزه علامه تعدد. علامه تعدد ان حكامنا للاسف الشديد يعني فعلا مش مؤهلين، شخصيه الحكم المصري اصبحت شخصيه ضعيفه جدا. الاهم والاخطر ان الكل في منظومه اتحاد الكره بيديروا بطوله الدوري العام انها تمر المباراه تنتهي. ده خطا منذ مباراه الاهلي والزمالك في مباراه القمه الاخيره، وخرج علينا كل اعضاء اتحاد الكوره يحتفلوا بمرور مباراه القمه على خير وسلام بغض النظر عن تحقيق العداله التحكيميه. ده امر مزعج جدا. صحيح. يعني دلوقتي مش مطلوب من كل حكم ان هو يخرج بمباراه بره الامان، يعني الحكم مطلوب منه تحقيق عداله، هو مش فرض امن. الحكم مش جاي يحمي انبساط اكثر من 90 دقيقه، المطلوب منه ما تحصلش مشاكل جوه الملعب تؤدي الى الغاء مباراه او فساد مباراه. لا، الحكم مطلوب منه تطبيق العداله. شفنا حكام كتير جدا عشان خاطر المنظور الخاطئ للاسف الشديد. انا شايف ان كابتن عصام فتحي دور كبير جدا 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 في تصعيد هذه النغمه. نغمه المباراه تمر السلام دي شايف ان دي بتاثر سلبا على الحكام المصريين. دلوقتي كل الحكام دلوقتي كل دورهم من خير يتعدى على خير بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه. شفنا كل التقنيات. طب استاذ علاء، شفت تصريحات عصام عبد الفتاح ازاي؟ شفت تصريحاته ازاي؟ حتى الان شفت تصريحاته ازاي بوصفه ان ابراهيم نور الدين كان بس حظه سيء، وانه صعب جدا ان في مصر هنا نطبق تقنيه الفار، لان احنا ما عندناش امكانيات ولا فنيه ولا ماديه جاهزه في الوقت الحالي. لا طبعا احنا لا نترك هذه الامكانيات، احنا شفنا لما مره حبينا نجرب تقنيه الفيديو طبقناها بشكل كان نقدر السخريه، يعني لما جينا نطبقها حتى لما جينا نطبقها طبقناها بطريقه تدعو للسخريه، تدعو للتقليل من حجم الكره المصريه. انا يعني انا مندهش ازاي الاتحاد الكره المصري يتباهى بانه يمتلك ملايين الجنيهات من حقوق الرعايه، ورغم ذلك احنا فاشلين من ناحيه التقنيه. احنا اكثر حاجه بنعملها عملناها اللي هو الحكم الخامس، والحكم الخامس عملناها زر الرماد، يعني زي ما بنقول زر الرماد عشان نقول بس ان احنا اهو بنعمل حاجه، لكن الحكم الخامس ممكن ملوش دور خالص 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 خالص. وكل مباريات تقريبا ما شفناش حكم خامس مصر بيلعب دور مهم جدا.
انا شايف ان الترديد نغمه ان اخطاء التحكيم جزء من كره القدم او جزء من كره القدم ده اصبح شعار هيبقى مدمر للكره المصريه مستهلك خلاص بقى. يعني لا لابد من وقفه بجد وقفه جاده وقفه حقيقيه. صحيح. ما ينفعش يكون كل دور الحكم اللي هو يكون مجرد الامان. صحيح. ما ينفعش ان ده يكون شعار في الكره المصريه، ما ينفعش ان احنا نحتفل بان مباراه قمه بين الاهلي والزمالك او الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والاسماعيلي تنتهي في دقيقه بدون ما تلغى او تفسد لاي سبب. لا لازم ينظر منظور التحكيم بشكل مختلف، لازم الاهلي تفكرنا بشكل مختلف، يعني بشكل مختلف بجد. الاعتبار كمان توقيع العقوبات، انا مش عارف ليه اتحاد الكره بيرى ان تطبيق عقوبه على 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 مش عارفه على حكم ليه لا؟ مع ان هو جزء من المنظومه، ليه كل افراد المنظومه في كره مصر معرضه للعقوبه الا الحكم؟ مع ان الاتحاد وليه ما فيش شجاعه بالاعتراف ايوه الحكم ده اخطا ولازم يعاقب؟ ليه ما فيش الشجاعه دي؟ ما فيش الشجاعه دي فعلا، ما فيش شجاعه، مع ان الاتحاد الدولي الناس بتقول لك ما فيش حكام بتقف. انا يعني اندهشت جدا جدا لما بشوف كابتن جمال غندور يقول لك ما فيش حكم دولي، ما فيش عقوبه ايقاف حكم. الكابتن عصام الصاوي يقول لك ما فيش حاجه اسمها عقوبه ايقاف حكم. مع ان بسهوله جدا 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 حضرتك لو على 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 اي موقع بحث حضرتك كتبت ايقاف حكم يخطئ هتلاقي عشرات بل مئات الحالات الاتحاد الدولي بيعاقب حكام، يعني اكيد حكام في تصفيات كاس العالم، حكام كتير جدا الاتحاد عشان بس مش متابعين، لكن في حكام كتير جدا الاتحاد الاوروبي بيعاقب صحيح كبار. صحيح الاتحاد الاوروبي بيعاقب حكام كبار وبيعمل العقوبات ديت. هو بيقول لك ايه يا فاطر احنا المفروض ما نعملش عقوبه، ليه ما نعملش عقوبه ليه؟ ليه ما نعملش عقوبه؟ بالعكس ده اعلان العقوبه ممكن يكون تهدئه الراي العام. صحيح. يعني انا اعتقد ان لو 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 لو, لو اتحاد الكره او لجنه الحكام تملك الشجاعه الادبيه ان هي تعلن عن معاقبه اي حكم يخطئ منهم ابراهيم نور الدين بالامس، ده ممكن يكون في صالح الكره المصريه لانتصاف الغضب الجماهيري. لكن حكايه ان احنا ما فيش حكام بتعاقب، ما فيش حكام بيتم ايقافها، ده كلام خاطئ. صحيح. يقول لك لو عاقبناهم بالعقوبه في السر، ما العقوبه في السر دي العقوبه غير معلنه، ده 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 ده, ده شيء خاطئ، لانه بيستمر النفور الجماهيري من الحكام في مصر. ثقه الحكام في مصر منتهكين جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، منتهكين كرامتهم منتهكه جدا على سوريا التحليل. فانا بطالب بالاقل معقوله، مش عيب ومش عار. صحيح فعلا عندك حق استاذ علي. ده بجد المسابقات بتعلن ايقاف مدير فني وبتعاقب لعيبه، لابد من معاقبه الحكم، لان الحكم ده بشر في الاخر. يعني صحيح يعني ليه بنتعامل مع كل المنظومه اللي هم بشر؟ احنا بنتعامل كل مره بشر، فكل بشر خطائين. ليه بنعاقب اللاعب؟ زي ما لجنه الانتقالات بتعاقب لاعبين الخروج عن النص وبتعاقب مدربين للخروج عن النص، لابد ارجع اعاقب حكم لارتكاب اخطاء. وانا شايف ان طبعاً من الاعلان او الافصاح عن العقوبات ده صالح التحكيم، لانه هيمتص الغضب الجماهيري، وبالتالي حتى حكم نفسه يستفيد لما يتم معاقبته وتعلن عقوبته هيكون حريص. أنا شايف إن الضغوط كتير جدا على التحكيم المصري، شايف إن الحكام في مصر للأسف الشديد شخصيا